بسم الله الرحمن الرحيم. نحن متواجدين في منطقة شيص وذلك لحضور تحدي مغامرات خرفكان. هذه حقيقة الفعالية الأولى في منطقة مدينة خرفكان ومنطقة شيص بالذات، والهدف من هذه الفعالية ومن هذه المغامرة هو حقيقة اطلاع الشباب أو استكشاف الشباب للعديد من الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية في مدينة خرفكان وبالذات في منطقة شيص. وإن دل على شيء إنما يدل على اهتمامنا حقيقة نحن في المجلس البلدي وفي حكومة الشارقة، ولدى حقيقة المسؤولين الذين حضروا هذا المكان دليل أكبر دليل على اهتمامهم بالشباب والذين هم يعتبروا عماد المستقبل وحاضر الدولة ومستقبلها.